أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه دنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى فالصابرون إنما يوفى فالصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. Demikian tadi peserta dengan nomor tampil 116.
Selanjutnya hadirin pendengar dan juga pemirsa, kami akan undang peserta dengan nomor tampil 117 yang akan